يا ترى هشوفك تاني امتى يا مصر؟ يا ترى هشوفك تاني ولا دي اخر مرة عيني تشوف فيها ارضك؟ اسمعيني يا لوسي، انا عارف ان كلامي ما بيعجبكيش، لكن تقدري تفهميني معنى كل اللي بيحصل ده ايه؟ من ساعه ما سيبنا اسرائيل على ايطاليا، وفي ايطاليا اخدنا باسبورات فرنساوي، وعلى نفس المركب رحنا مصر وزرنا الاهرامات واتفسحنا وكل حاجه. لوسي انت عارفه كل شيء وله سبب. جاك، هو ايه سبب ده كله؟ المعرفه على قدر الحاجه. هدينا راجعين ايطاليا على نفس المركب تاني، تقدري تقولي لي فين الحاجة اللي احنا كنا رايحين علشانها؟ افتح جاك. في حاجة؟ كابتن احنا مالك جاك؟ احنا طلعنا المهمة دي ليه؟ علشان ديفيد شارل سامحون. مين؟ انت سمعتيني كويس؟ فهمتي حاجة؟ شارل سامحون بتاع اسكندرية؟ بالظبط. بس ده مالك لوسيا؟ شارل سامحون ما عندوش غير بنتين وبس، ايفيت وماجي، ودول كانوا معايا في سان مارك. لكن اللي انا اعرفه كويس ان ما عندوش اولاد صبيان. مش مهم اللي انت تعرفيه. اوكي مش مهم نعرف، بس نفهم. عاوز تفهمي؟ نفهم احنا طلعنا المهمه دي ليه. ما انا قلت لك جاك، علشان ديفيد شارل سامحون طلع معانا المركب من اسكندريه. تاخد كاس؟ كان مفروض تسالني السؤال ده اول ما دخلت. وايه المطلوب مننا؟ ان السنيور سامحون ما يغيبش عن عينيكم طول الرحله من هنا لنابولي. بس كده؟ بس كده. بس المركب كبيره، والمفروض اننا عروسين وفي شهر العسل، والمفروض برضو اننا ما نسيبش بعض ثانيه واحده. انتوا مسؤوليتكم انكم تراقبوه جوه المركب، في الصالون، في الدايننج روم، منطقه الكباين وبس. يعني احنا طلعنا كل المشوار علشان تستريح جاك. انا ما عنديش معلومات اكتر من اللي انا قلتها لكم. يظهر ان مسيو سامحون، سواء ده اسمه الحقيقي ولا لا، شخصيه مهمه ومش سهله. وكل اللي اقدر اقوله إن الشاب ده ممكن يكون مكسب عظيم للوطن، وممكن إيه؟ ممكن يكون كارثة. وإيه المطلوب بالتحديد مننا؟ إنكم تشوفوا هو بيتصل بمين، خصوصاً المصريين، بيتصرف إزاي، بيكلم مين، بيقعد مع مين. طبعاً أنتوا عارفين شغلكم كويس. هو ده نازل في الكابينة رقم كام؟ كابينة رقم 6 اللي جنبكم على طول. ممكن اقرب منه؟ دي الحاجة الوحيدة اللي طلبوا مني احذرك منها، ما تحاوليش تقربي منه باي شكل او صورة. وده شكله ايه؟ ما يهمكش جاك، انت هتعرفه لوحدك. جاك غير هدومك، مفيش وقت. محمد رسول الله.
وانك وقعت في كمين زي اللي اتنصب لك الليله. اديك في بلدك واحنا جنبك، انما في اسرائيل هتروح فين؟ حد المشنقه. بالظبط كده. الله، انت رجعت من اسكندريه امتى؟ يا دوب فوت على البيت شفت الولاد وجيت. رافض تسافر؟ ايه؟ قلقان يا محسن؟ انت ايه رايك؟ مش ممدوح وفهمي طلعوا معاه على المركب؟ المشكلة مش في المركب يا حسن. ممدوح وفهمي ومعاهم سميرة اخدوا تلقين كافي. انا متأكد ان محدش هيحس بيهم على الاطلاق. وفي نابولي مصطفى عبد العظيم معاه مجموعة قدراتها عالية جدا، خصوصا يوسفي. بقاله في ايطاليا دلوقتي 10 سنين ويعرف نابولي كويس قوي. طب ايه اللي قالك؟ اليهود يا حسن. التعامل مع الناس دي اثبت انهم مش عباقرة، لكن لازم نعترف ان خبرتهم كبيرة قوي في المجال ده. هل تفتكر انهم ممكن يكونوا بلعوا الطعم بسهولة؟ تفتكر انهم شاكين في رفض؟ الشك قائم وهيفضل قائم لفترة طويلة قوي، رغم كل اللي عمله سامحون واللي قاله صروف. ما تقولي انت بتفكر في ايه؟ مش جايز يكونوا مستنيين لغاية ما يوصل اسرائيل وهناك يبقى تحت ايديهم. طب وايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ عشان يدونا درس. هو احتمال قائم طبعا، بس افتكر ان رأفت ممكن يواجهه. رأفت رغم كل ملكاته خبرته محدودة قدام خبرته. في حاجة يا حسن؟ انا سمعت ان في شويه تنقلات ممكن تحصل هنا. امر طبيعي في ظروف زي اللي بتمر بيها البلد اليومين دول. في احتمال كبير انك تروح المانيا. المانيا؟ مش معنى المانيا بالذات؟ يعني هنبقى محتاجين لكفاءتك هناك. هي بس كان وجودي هناك هيفيد، انا ما عنديش مانع. وجودك هيفيد في اي حته يا محسن، مش هي دي المشكله. امال ايه المشكله؟ مشكلة في رأفت. لا، مشكلة رأفت مش في مين اللي هيتعامل معاه هنا. مشكلة رأفت في التجربة اللي هيخوضها ابتداء من النهاردة. عموما اذا كان تقديرك ان رأفت ممكن ما يكملش، ممكن تبعت برقية لمصطفى يرجعه مصر تاني. مش انا اللي اقول يا حسن اذا كان يقدر ولا لا. امال مين اللي هيقول؟ رأفت لوحده.